عقب لقائه بالقاهرة نظيره القبرصي. سامح شكري يصف العلاقات المصرية القبرصية بأنها وثيقة وتتسم بالشفافية. أحمد أبو الغيث يقول عقب لقائه جبريل الرجوب أن الأوضاع بالأراضي الفلسطينية تقترب من نقطة خطيرة. الانفصاليون في دونتسك يعلنون الاستيلاء على ليمان بشرق أوكرانيا، ولافروف يحذر مما أسماه بمحاولات الغرب لتغيير التاريخ وتزوير الحقائق. الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت غرينتش، موعد لنشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية سامح شكري عقب لقائه نظيره القبرصي يوانيس كاسوليدس أن العلاقات المصرية القبرصية وثيقة وتتسم بالشفافية والمصداقية والوضوح الكامل. في ضوء العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر وقبرص وبهدف تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، استقبل وزير الخارجية سامح شكري نظيره القبرصي يوانيس كاسوليدس، وعقب جلسة المباحثات الثنائية والاجتماع الموسع بحضور وفدي البلدين، أعلن الوزيران عن عمق العلاقات الثنائية وتميزها ورغبة البلدين في مزيد من التعاون على كافة الأصعدة. لنا طبعا علاقات متنوعة مع قبرص، سواء كانت علاقات ثنائية، علاقات في إطار التعاون الثلاثي مع مصر، بين مصر وقبرص واليونان، أيضا الفهم العميق لقبرص للمنطقة ولظروف المنطقة والأوضاع في مصر، جعلت دائما قبرص شريك في إطار العمل على تدعيم العلاقات المصرية الأوروبية والاتحاد الأوروبي، وتستمر قبرص في هذا الدور المهم لتوصيل صوت مصر إلى أعضاء الاتحاد والتعريف بالقضايا الهامة المرتبطة بالأمن القومي المصري وتعزيز أمن استقرار منطقة شرق المتوسط. من جانبه أثنى الوزير القبرصي على الدور المصري المهم الذي تلعبه بمنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، خاصة بشأن الأوضاع في ليبيا وفلسطين. فيما يتعلق بالمنطقة الجغرافية، فنحن لدينا بالفعل نعم العديد من القضايا وتحديات عديدة في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط، وأكدت مرة أخرى على أن مصر تلعب دورا جوهريا في ليبيا وفي العديد من المناطق الأخرى، دورا تسعى فيه إلى تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة، وخاصة في مناطق أخرى في الأراضي الفلسطينية مثل في قطاع غزة. وبالتالي فهي تعد قضايا وجودية، وأعتقد أن قبرص تدعم بشكل كامل كل الجهود المصرية في هذا الإطار. ووصف الجانبان الاجتماع بأنه فرصة رائعة لتبادل وجهات النظر لتحقيق الاستقرار بالمنطقة. في ضوء التقارب الشديد الذي تتمتع به العلاقات بين البلدين، جاء لقاء وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره القبرصي لتكثيف التشاور والتنسيق في العديد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن العلاقات الثنائية بين البلدين. من مقر وزارة الخارجية، أمل صبري، النيل. قال أحمد أبو الغيث أمين عام جامعة الدول العربية عقب لقائه في القاهرة أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب أن الأوضاع بالأراضي الفلسطينية تقترب من نقطة خطيرة بسبب سياسات إسرائيل التي تهدم أسس حل الدولتين. كان أحمد أبو الغيث استمع لعرض قدمه جبريل الرجوب للأوضاع الفلسطينية، مركزا على نحو خاص على الأوضاع بمدينة القدس المحتلة وخطط إسرائيل
إسرائيل لتقسيم الأقصى المبارك زمنيا ومكانيا. في سياق متصل، يترقب سكان مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة عملية عسكرية إسرائيلية على غرار اجتياح عام 2002. 16,000 فلسطيني في مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة يترقبون عملية عسكرية إسرائيلية قد تكون على غرار ما شهده المخيم في عام 2002، حيث قتل العشرات وهدمت أحياء بأكملها، بينما كان مسلح المخيم يقاتلون جنود الاحتلال. هذا التخوف مستمر لدى المواطنين وترقب مستمر لدى المواطنين، لكن فعليا الاقتحام يومي بشكل يومي لجنين ومخيمها وضواحيها، فيعني هو اجتياح مستمر. وشنت إسرائيل في الآونة الأخيرة عملية عسكرية أطلقت عليها اسم كاسر الأمواج في الضفة الغربية، زعمت أنها تهدف إلى منع العمليات العسكرية الفلسطينية. وبالنسبة للعديد من سكان مخيم جنين، تثير الغارات اليومية التي تشنها القوات الإسرائيلية الخوف من التصعيد إلى اجتياح واسع النطاق. ولي الشرف كنت في المعركة ب 2002 وانتصرنا على الاحتلال، والاحتلال هزم في داخل المخيم رغم المجزرة ورغم قتل المدنيين وهدم المخيم، إلا أنه الاحتلال أذل في داخل المخيم، فالمخيم بشكل لعني على هذا الاحتلال، بحاول ينتقم من هذا المخيم. ينحدر سكان مخيم جنين الذي تأسس في عام 1953 من منطقة الكرمل في حيفا، الذين رحلوا أو أجبروا على الرحيل عن منازلهم في عام 1948. وبعد مرور 20 عاما على اجتياح المخيم، كبر فيه جيل كثير منه يحمل أسماء أقارب قتلوا خلال الاجتياح. وفي المخيم يمكن رؤية العديد من هم في عمر 20 عاما أو أقل يحملون الرشاشات ويسيرون بها في أزقته. والله من يوم معركة نيسان مخيم جنين 2002 الشباب كله، يعني الأجيال بتخرج أجيال، اللي استشهدوا في مخيم جنين من 2002 اللي تحبسوا قعدوا 20 سنة بالسجن، فطلع الولد، طلع الزلمة هذا الفدائي اللي بقبل 2002، طلع لك ابنه 20 سنة، شايف؟ طلع لك بقوة. واستمر القتال داخل المخيم 10 أيام في عام 2002، وأدى بحسب إحصائيات الأمم المتحدة إلى مقتل ما لا يقل عن 52 فلسطينيا، نصفهم تقريبا من المدنيين، كما قتل 23 جنديا إسرائيليا. وتفيد إحصائيات الأمم المتحدة أنه خلال هذا الاجتياح تم تدمير نحو 150 بناية، في حين أصبح العديد من المباني الأخرى غير صالحة، الأمر الذي خلف وراءه نحو 435 عائلة بلا مأوى. قرر البرلمان العراقي قانونا يحظر تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ولم يعترف العراق أبدا بإسرائيل كدولة منذ قيامها في عام 1948، ولا يمكن للعراقيين ولا الشركات العراقية زيارة إسرائيل، لكن القانون الجديد يذهب لأبعد من ذلك، خاصة تجريم أي محاولة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. التصويت على مقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني بهدف قطع الطريق أمام من يريد إقامة أي نوع من العلاقات مع إسرائيل ووضع عقوبات رادعة تصل إلى الإعدام، صوت مجلس النواب العراقي بالإجماع على أول قانون له في الدورة النيابية الخامسة بعنوان تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني حسب منطقه، وهو القانون الأول من نوعه على مستوى الدول العربية والإسلامية بما فيها تلك المناهضة لإسرائيل. ينص القانون الجديد على عقوبات بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف وفق مادته الأولى إلى منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات من شكل آخر مع إسرائيل. وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي على أنه يعاقب بالإعدام كل من روج لمبادئ الصهيونية بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها. كتلة الصدر وحلفاؤها
طرحت مقترح القانون في البرلمان. هذا القانون مهم بل مهم جدا، أقر اليوم بأيادي عراقية وبنفس صدري. وفي أول تعليق للزعيم الشيعي مقتدى الصدر فور إقرار القانون دعا العراقيين إلى الخروج إلى الشوارع احتفالا، في حين تباينت ردود فعل وتعليقات العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي بين مرحب بتشريع القانون وبين مشكك بإمكانية تطبيقه على أرض الواقع. من جانبها تعهدت اللجان النيابية بمراقبة تطبيق هذا القانون الذي يمنع جميع مؤسسات الدولة العراقية من إقامة أي نوع من التعامل أو التعاون مع إسرائيل، فيما لم يستبعد نواب تعديل القانون لمعالجة أي ثغرات قانونية مستقبلا. وأفادت تقارير عراقية أن القانون لن يطبق بأثر رجعي، لكنه سيذهب أبعد مما نص عليه قانون العقوبات العراقي، ولن يتوقف عند التطبيع فحسب، بل سيحظر إقامة أي علاقات رسمية مع شركات إسرائيلية أو أفراد مستقبلا. وذكرت أن القانون يجرم التعاون والتخابر والتواصل مع إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو يشمل بذلك الجميع من أفراد ومؤسسات وشركات وغير ذلك. دعا نبيه بري رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب اللبناني إلى انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد الثلاثاء القادم، وذلك لانتخاب رئيس المجلس للسنوات الأربع المقبلة ونائبه وهيئة المكتب. كانت الانتخابات النيابية اللبنانية التي أجريت في الخارج والداخل على أربعة مراحل خلال الشهر الجاري أسفرت عن خسارة تيار 8 أذار للأغلبية النيابية التي كانت بحوزتهم في المجلس السابق. بإمكان المرة في وسط بيروت رؤية برج الساعة أمام مبنى البرلمان مجددا بعد أن أزالت السلطات اللبنانية الحواجز الخرسانية التي كانت تسد الشوارع المؤدية إلى المبنى، وسط سعادة سكان بيروت بهذه الخطوة. صوتك يا بلادي ثورة، والحر ينادي ثورة. ومن أمام أحد الجدران الرئيسية التي تمنع الوصول إلى مجلس النواب ردد حشد صغير هتافات: يسقط يسقط حكم الأزهر، يسقط يسقط حكم الأزهر، نحن الشعب الخط الأحمر، نحن الشعب الخط الأحمر. وهي شعارات كانت رائجة خلال المظاهرات التي اندلعت في عام 2019 للتنديد بالفساد والسياسات التي قادت البلاد إلى الانهيار الاقتصادي. هذا الهاتش اللي ياما تقوصنا وياما في ناس راحت عيونها قدامه، ياما في ناس انقطشت اصابيعها قدامه، هذا الهاتش اللي دائما كان فاصل بيننا وبين السلطه اليوم بالقانون عم ينشال، لانه بالقانون اليوم صار عنا نواب بالمجلس جوا، فرحتنا ما بتنوصف بهيدي السعاده، كل يوم كنا نمرق من قدامه وندمع نقول امتى بده ينشال هذا الحيط، بنحسه حلم، بس اليوم صار حقيقه. هذا الجدار جدار العار اللي كانوا حاطينه بوش الشعب اللبناني إنشال. هذا أول انتصار للثورة، موتنا النواب وشلنا جدار العار. وبعد الانتخابات التي أجريت منتصف مايو الجاري شرعت قوات الأمن في إزالة الحواجز وتخفيف الإجراءات الأمنية حول مبنى البرلمان اللبناني التي كانت قد وضعت مع اندلاع الاحتجاجات الضخمة المناهضة للحكومة، وكان عدد من النواب الجدد قد طالبوا بتخفيف القيود قبل حضورهم الجلسة الأولى للبرلمان الجديد المقرر عقدها الثلاثاء المقبل. قال الرئيس التونسي قيس سعيد عقب لقائه بقصر قرطاج وزيرة العدل ليلى جفال ووزير الداخلية توفيق شرف الدين إنه لا يمكن تحقيق السلم الاجتماعي في تونس إلا بقضاء عادل يتساوى أمامه الجميع. قال بيان أصدرته الرئاسة التونسية أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى سير المرفق العمومي للعدالة وضرورة تحمل القضاء الشرفاء مسؤولياتهم في هذا الظرف الذي تعيشه تونس.
جدد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي دعوته للنظير الروسي فلاديمير بوتين إلى لقاء يضع نهاية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. أدى زيلينسكي تمسكه بمقابلة بوتين على الرغم من عدم تأييد الشعب الأوكراني هذا اللقاء وفقا لتصريحات الرئيس الأوكراني. كما دعا زيلينسكي مجموعة العشرين الاقتصادية إلى إصدار إعلان واضح بدعم أوكرانيا، وحث الرئيس الأوكراني الغرب على فرض عقوبات أشد على موسكو في إشارة إلى تعثر الاتحاد الأوروبي في إقرار أحدث حزمة عقوبات اقتصادية على موسكو بسبب خلافات حول حظر استيراد النفط والغاز الروسي. أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا في دونتسك أنهم استولوا على منطقة ليمان في شرق أوكرانيا، وهي تقاطع مهم لسكك الحديد يفتح الطريق أمام مدن كبرى مثل سلوفانسك وكارماتورسك. كانت السلطات الأوكرانية أعلنت أن شدة المعارك في منطقة دونباس الواقعة بشرق البلاد بلغت حدها الأقصى. القوات الروسية تقترب من تطويق القوات الأوكرانية في دونباس، تحذير أطلقته كييف بعد أن وصل الجنود الروس إلى طريق رئيسي يربط بين اثنتين من المدن المهمة التي تسيطر عليها أوكرانيا. 25 كتيبة روسية تضم آلاف الجنود تهاجم من ثلاث جهات في محاولة لتطويق القوات الأوكرانية في محيط نهر سيفيريسكي دونيتسا والسيطرة على منطقة لوغانسك في إقليم دونباس. ودعمت روسيا تقدم قواتها على الأرض في دونباس بقصف مدفعي مكثف، وقالت القوات المسلحة الأوكرانية إن أكثر من 40 بلدة في المنطقة تعرضت للقصف، مما أدى إلى تدمير نحو 50 موقعا مدنيا أو وقوع أضرار بها. قادة عسكريون أوكرانيون اعترفوا بصعوبة المواجهة وقالوا إنها بلغت حدها الأقصى، مؤكدين أنهم يبذلون كل ما في وسعهم لتجنب سقوط الإقليم، مطالبين في الوقت نفسه بمزيد من الأسلحة الغربية لا سيما الأسلحة التي تسمح بضرب القوات الروسية من مسافة بعيدة. محللون عسكريون غربيون يرون أن معركة المدينتين هي نقطة تحول محتملة في الحرب، وذلك بعد أن أعادت روسيا تحديد هدفها الرئيسي من الحرب وهو الاستيلاء على الشرق بدلا من هدفها السابق وهو العاصمة كييف. المكاسب الروسية الأخيرة في دونباس تأتي بعد استسلام المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول الأسبوع الماضي، وتشير إلى تحول في موازين القوى بعد أسابيع من تقدم القوات الأوكرانية بالقرب من خاركييف في الشمال الشرقي. ووفقا لخبراء عسكريين فإن روسيا احتفظت بقطاع من الأراضي على طول الحدود مع أوكرانيا ومنعت القوات الأوكرانية من قطع خطوط الإمداد الروسية التي تمتد من خاركييف إلى دونباس. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينيكوف أن وسائل الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز ميج 29 بالإضافة إلى 8 طائرات مسيرة خلال الليلة الماضية. وقال كوناشينيكوف أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت صاروخا باليستيا من طراز توتشكا أو في منطقة سافاتوفو بجمهورية لوهانسك. كما نجحت القوات الجوية الروسية في تدمير 10 دبابات و5 رقمات للصواريخ من طراز جراد، بالإضافة إلى القضاء على 412 مركزا لتجمع الأفراد والعتاد العسكري الأوكراني و77 مركزا للقيادة. أدى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مخاوفه من التقدم الملموس الذي تحققه القوات الروسية في أقليم دونباس الواقع شرقي أوكرانيا. وقرر جونسون بمواصلة القوات الروسية تحقيق تقدم تدريجي بطيء في الأراضي الأوكرانية، الأمر الذي يستلزم مواصلة إمداد أوكرانيا بالدعم العسكري. كما ألمح رئيس الوزراء البريطاني إلى التكلفة الباهظة التي تتكبدها القوات الروسية مع تقدمها في أقليم دونباس وفقا لتصريحات بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني.
حذر وزير الخارجية الروسي سيركي لافروف اليوم مما أسماه بمحاولات الغرب لتغيير التاريخ وتزوير الحقائق. قال لافروف في كلمة له أمام مجلس المحافظين الروس أن الغرب يسعى لإلغاء كل ما هو روسي، مشيرا إلى انتهاك الغرب لكل الشعارات التي رفعت بعد الحرب الباردة. من ناحية أخرى أكد لافروف أن موسكو تتابع أوضاع المواطنين الروس خارج حدودها خلال أزمة الحرب مع أوكرانيا. اعتبرت رئيس وزراء فنلندا سانا مارين خلال زيارة إلى كييف أن الثقة بموسكو فقدت لأجيال مقبلة منذ أن بدأت القوات الروسية العمليات العسكرية في أوكرانيا قبل 4 أشهر. الثقة بموسكو فقدت لأجيال مقبلة منذ بدأت القوات الروسية العمليات العسكرية في أوكرانيا قبل 4 أشهر. هكذا أكدت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين خلال زيارة إلى كييف. وقالت مارين التي قدمت بلادها لتوها طلبا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ناتو إن ما فعلته روسيا هو نقطة تحول لكل الأسرة الأوروبية وللعالم أجمع، مؤكدة أن النظام القديم دمر وأن العلاقات القديمة لن تعود إلى ما كانت عليه. وخلال زيارتها إلى كييف التقت مارين مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الأوكراني دينيس شاميهال، كما زارت بلدتي بوتشا وإربين القريبتين من كييف. وفي بيان أصدرته الحكومة الفنلندية قالت مارين إنه من المهم أن يكون الاتحاد الأوروبي موحدا وجريئا وحازما في مواجهة العمليات العسكرية الروسية، مضيفة أنه من المهم اتخاذ إجراءات ملموسة من أجل مساعدة أوكرانيا لتصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي. وقررت فنلندا وجارتها السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ناتو بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، واعتبرت أن موسكو تشكل تهديدا لهما بعدما اعتمد البلدان نهج عدم الانحياز لعقود خصوصا خلال الحرب الباردة. أعلنت اليابان أنها تعتزم إرسال معدات مكافحة للحرائق إلى أوكرانيا من أجل المساعدة في عمليات الإنقاذ بالمناطق التي تدور بها المعارك. وقد أوضحت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أن طوكيو سترسل 25 نوعا مختلفا من العناصر، بما في ذلك نحو 1300 من معدات الإطفاء و50 رافعة هيدروليكية و150 نقالة، إضافة إلى هواتف محمولة تعمل عبر الأقمار الصناعية. أفادت المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي يستعد لعمليات شراء جماعية للقاحات وغيرها من العلاجات لمرض جدري القردة، مؤكدة أنه سيتم الانتهاء من وضع التفاصيل في الأيام القادمة. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل ما يقرب من 200 حالة مؤكدة وأكثر من 100 حالة اشتباه بجدري القرود على مستوى العالم. في إيطاليا أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بجدري القرود وصل إلى 6 حالات، مشيرة لعدم وجود خطر من تحول المرض إلى وباء محلي، لذا فسيتم قصر التطعيم على فئات معينة من أصحاب الأمراض والمناعة الضعيفة. أما في المملكة المتحدة فقد تم الإعلان عن تسجيل 90 حالة، من بينهم 85 حالة في إنجلترا. أما في إسبانيا فأعلنت السلطات عن تسجيل 25 حالة مؤكدة جديدة، مما رفع إجمالي الأعداد في البلاد إلى 84 حالة، إضافة إلى 73 حالة اشتباه. من جهتها أعلنت وزيرة الصحة الإسبانية أن عدوى جدر القرود في إسبانيا من فصيلة غرب إفريقيا التي يصل احتمال الوفاة جراء الإصابة بها إلى 1%. على الجانب الآخر من الأطلنطي أعلنت مراكز منع الأمراض بالولايات المتحدة تسجيل 9 إصابات بالمرض في 7 ولايات مختلفة منها كاليفورنيا وفلوريدا خلال الأسبوع الجاري. أما في كندا فقد تم تسجيل 26 حالة إصابة بجدري القرود حتى الآن، وقد تم الإعلان عن تطعيم الحالات المؤكدة
والمشتبه بها. استخدمت الصين وروسيا كما كان متوقعا حق النقد في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي لتجديد العقوبات على كوريا الشمالية بعد اختبارها صواريخ باليستية. كما كان متوقعا استخدمت الصين وروسيا حق النقد في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي لتجديد العقوبات على كوريا الشمالية بعد اختبارها صواريخ باليستية، وصوت باقية أعضاء مجلس الأمن لصالح المشروع الذي نص على تخفيض واردات بيونغ يانغ من النفط الخام والمكرر. وأعرب العديد من حلفاء واشنطن عن أسفهم لإصرار الولايات المتحدة على إجراء تصويت مع علمها بأن الصين وروسيا ستستخدمان الفيتو ضد مشروع القرار، لكن مصادر دبلوماسية أمريكية داخل مجلس الأمن اعتبرت أنه كان من الأسوأ عدم فعل أي شيء، وأن السماح باستمرار تجارب كوريا الشمالية دون رد فعل سيكون أسوأ من سيناريو قيام دولتين بمنع القرار. وقبل التصويت شددت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد على أن إطلاق الصواريخ الباليستية بما فيها العابرة للقارات يمثل تهديدا للسلم والأمن للمجتمع الدولي بأسره. أما سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون فاعتبر بعد التصويت أن الخطوة الأمريكية أبعدت المجلس عن الحوار والتوافق، وكان قد أكد قبل التصويت أن بلاده لا تعتقد أن عقوبات جديدة ستساعد في الاستجابة للوضع الحالي. وصارعت كوريا الشمالية في الأشهر الأخيرة اختباراتها الصاروخية، ووصفت موقف واشنطن منها بأنه عدائي، واختبرت في مارس الماضي صاروخا باليستيا عابرا للقارات لأول مرة منذ عام 2017. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في خطاب ألقاه بجامعة جورج واشنطن: ولا نسعى لمنع الصين أو أي دولة أخرى من تنمية اقتصادها والاهتمام بمصالح مواطنيها، لكننا سندافع عن الاتفاقيات الدولية ونعززها، وكذلك سندافع عن المبادئ والمؤسسات التي تعزز السلم والأمن وتحمي حقوق الأفراد وسيادة الدول، وسنسهل على كل الدول بما فيها الولايات المتحدة والصين أن تتعايش معا وتتعاون. قبل 5 أشهر برازيل يواصل الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا تقدمه على منافس الرئيس الحالي جاير بولسونارو وفقا لأحدث استطلاعات الرأي. حقق دا سيلفا نسبة تأييد بلغت 48%، بينما تراجع بولسونارو إلى 27% فقط، ليزيد الفارق بين المتنافسين إلى أكثر من 20% وفقا لتقديرات بعض مراكز الاستطلاع التي رجحت أيضا فوز الرئيس اليساري الأسبق لولا دا سيلفا الذي حكم البرازيل بين عامي 2003 و2010 بالأغلبية المطلقة. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجمات الأخيرة في أفغانستان، بما في ذلك الهجمات على سيارات الركاب في مدينة مزار الشريف ومسجد شريف زكريا في العاصمة كابول، مما أسفر عن مقتل العديد من المدنيين منهم ما لا يقل عن 16 طفلا. وجاء في بيان صحفي أصدره ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام أن الأمين العام يدين العنف في أفغانستان ويتقدم بحر التعازي لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وأضاف البيان أن الهجمات ضد المدنيين والأصول المدنية بما في ذلك المساجد محظورة تماما بموجب القانون الدولي الإنساني، بينما جدد الأمين العام دعوته لجميع الأطراف لضمان حماية المدنيين بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية في أفغانستان، كذلك حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية. نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعض الفاصل. الرئيس السنغالي يصدر قرارا بإقالة وزير الصحة بعد وفاة 11 رضيعا إثر حريق شب في مستشفى.
نتحول الآن لمتابعة أهم الأخبار الاقتصادية وحنان الخولي. تفضلي حنان. شكرا لك شروط مشاهدين، أهلا بكم في هذه النشرة الاقتصادية وأهم ما فيها. موديز تثبت تصنيف مصر عند B2، والمالية تقول إن القرار يؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مرونة وصلابة الاقتصاد المصري. ثبتت وكالة موريز لتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند B2، وأشارت موريز إلى أن الاتجاه القوي لمصر نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي يدعم المرونة الاقتصادية واحتمال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومن جانبه أكد وزير المالية محمد معيط أن قرار مؤسسة موريز للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر على الرغم من الصدمات الخارجية المركبة التي تواجه الاقتصاد العالمي والدول الناشئة يعتبر قرارا إيجابيا جدا. أشار معيط كذلك إلى أن القرار يؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مرونة وصلابة الاقتصاد المصري في ضوء السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية. وأوضح وزير المالية بأن تقرير وتقييم مؤسسة موريز يتضمن إشادة بفاعلية واستباقية السياسات والتدابير الحكومية المنفذة، والإشادة أيضا بقدرة الحكومة المصرية في التعامل مع الأزمات بصفة عامة وبصفة خاصة الأزمة الحالية بآلية تتصف بالفاعلية. ونتحول الآن مشاهدينا إلى منظمة الصحة العالمية واجتماع مهم لمناقشة تفشي وباء جدري القرود. يمكن أن تنتقل العدوى إليه في المختبرات، وهي متوفرة على موقع المنظمة منذ 2013. هي ليست مختصة بجدري القردة، ولكن لأسباب الوقائية من ناحية المهنية من هو في تواصل أو في اتصال مع احتمالية تلقي المرض أو بما في ذلك عمال الصحة والمستجيبين الأولين، ولكن بالطبع فهذا أمر لا يزال فيه المجال للتحسين من قبل مجموعات وهيئات الاستشارات الطبية في كل دولة. إذا كان هذا جانبا من الجلسة التي إذا مشاهدينا كان هذا جانبا من اجتماع منظمة الصحة العالمية لمناقشة تفشي جدري القرود. وعود الآن لمتابعة النشرة الاقتصادية. في أسواق النفط العالمية تراجعت الأسعار إلى أنها تتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة مدعومة باحتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي. وقد تراجعت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت 9 سنتات ووصلت إلى 117.31 دولار للبرميل، لكنها تتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية نحو 4%. وقد هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي 18 سنتا ووصلت إلى 113.91 دولار للبرميل، ويتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.7%. في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب مع استمرار ضعف الدولار، ما ساعد في تحرك المعدن الأصفر نحو تسجيل الارتفاع الأسبوعي الثاني على التوالي. وقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% ووصل إلى 1854.5 دولار للأوقية. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى فقد تراجعت الفضة 0.2% وارتفع البلاديوم 0.1%.
لتحول أسعار الدولار الذي يتجه صوب أكبر تراجع أسبوعي في قرابة 4 أشهر بعد أن خفض المتعاملون توقعاتهم لرفع الفائدة الأمريكية. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسة إلى 101.43 لأول مرة منذ 25 أبريل. وعلى أساس أسبوعي فقد هبط المؤشر 1.3%، وهي أكبر نسبة تراجع أسبوعي منذ الأسبوع الأول من فبراير. ارتفع مؤشر بورصة اليابان مقتفيا إثر ارتفاع مؤشرات وول ستريت، وارتفع المؤشر نيكي 0.66% لينهي الأسبوع على مكاسب بنسبة 0.16%، فيما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.52%، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.53%. إذن نهاية الاقتصاد، شكرا للمشاهدين المتابعة، وعودة لبانوراما النيل مع شروط إليك. شكرا حنان. عاد الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع إلى أرض الوطن عقب انتهاء الزيارة الرسمية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث التقى رئيس وزراء ووزير دفاع الكونغو. عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق له عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. بدأت الزيارة بمراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف، وعزفت الموسيقات السلام الوطني لكلا البلدين. والتقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة بنظيره الكونغولي الدكتور كاباندا باكارونغا وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات العسكرية المختلفة. وأعرب الفريق أول محمد زكي خلال اللقاء عن اعتزازه بالعلاقات المصرية الكونغولية المشتركة وأهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون والدعم في مجالات التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين. وأشار وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء الكونغولي إلى أن هناك توافقا في الرؤى حول كافة الموضوعات التي تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وفي نهاية اللقاء وقع الجانبان على بروتوكول تعاون في مجالات الدفاع والتدريب والتأهيل ونقل الخبرات والارتقاء بالقدرات العسكرية بين الجانبين. كما التقى الفريق أول محمد زكي مع السيد جان ميشيل سامالو كوندي رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية، حيث أعرب عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة توافقا في الرؤى بشأن التحديات المشتركة وتطورات الموقف الإقليمي والتحديات الأمنية العابرة للحدود والقضايا المؤثرة على الأمن القومي للبلدين. أصدر الرئيس السنغالي ماكي سال قرارا يقضي بإقالة وزير الصحة عبد الله ديوف سار بعد وفاة 11 رضيعا إثر حريق شب في جناح حديث الولادة في مستشفى بمدينة تيفواني الواقعة في غرب البلاد. وأثارت المأساة غضبا عارما في السنغال وسلطت مجددا الضوء على الوضع المزري للقطاع الصحي. بعد اندلاع كارثة صحية في السنغال، أقال الرئيس ماكي سال وزير الصحة عبد الله ديوف سار غدا مطرح 11 رضيعا في كارثة نجمت عن حريق اندلع في مستشفى حكومي وأثارت غضبا وسخطا عارمين في البلاد. وأعلن سال عن هذه الفاجعة مقدما تعزيه لعائلات الضحايا ومعلنا الحداد الوطني لثلاثة أيام، كما قرر قطع زيارة إلى الخارج والعودة إلى بلاده لكي يتمكن من أن يزور مدينة تيفواني. وأثارت المأساة غضبا عارما في السنغال وسلطت مجددا الضوء على الوضع المزري للقطاع الصحي في هذا البلد الفقير. وأعلنت السلطات فتح تحقيق في الكارثة في حين تعهد القضاء بإصدار أحكام صارمة في هذه القضية. من جهته قال ديمبا ديوب رئيس بلدية المدينة إن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي مما ساعد على انتشار النيران بشكل سريع، في حين نفى الاتهامات بالإهمال التي وجهت إلى المستشفى. وأثارت هذه الحادثة موجة غضب عارم على مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبات بإصلاح قطاع الرعاية الصحية في البلاد. نشرتنا مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل.
زلزال قوي يضرب طيمور الشرقية دون تسجيل أضرار بشرية أو مادية. قال المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي إن زلزالا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب صباح اليوم سواحل طيمور الشرقية. يذكر أن طيمور الشرقية تقع على حزام النار في المحيط الهادئ، حيث يسبب التقاء الصفائح التكتونية نشاطا زلزاليا كبيرا. في القاهرة أطلقت الهيئة القومية للأنفاق على خطها الأخضر عددا من الأنشطة الفنية والثقافية. أعمال فنية تجسد تاريخ المناطق السكنية القديمة والتي تتواجد بها محطات مترو الخط الأخضر، وعروض مسرحية شبابية لفرقة تياترو مترو بمحطة الألف مسكن تعبر عن السينما في الستينات ليتفاعل معها الركاب أثناء استقلالهم لعربات المترو. ألف مسكن معنا دي مثلا النهاردة تمثل حقبة الستينات اللي هي الفترة بتاعة الجمهورية، وهنلاقي اللوحات الفنية اللي موجودة بتمثل كلها فترة الستينات. الهدف هو ان المستهلك يبتدي يحس ان في حاجه مختلفه ترفع من الوعي الثقافي، يحس باضافه موجوده في الخط المترو ويستمتع برحلته في مترو الانفاق، فنبتدي نجذب شريحه مختلفه قبل كده ما كانتش بتستهدف المترو كجزء من المواصلات اليوميه ليها، لا دلوقتي الموضوع بدا يزيد وعدد الركاب بداوا يزيدوا، والفيدباك اللي بيجي لنا عموما الناس كلها مبسوطه جدا من الفعاليات الفنيه. عرض النهارده كان عرض جميل جدا، اتبسطنا والجمهور كان لذيذ، يعني ما توقعناش ان الجمهور يبقى كويس كده. كنا بنقدم عرض عن الافلام الابيض والاسود وازاي الفرق ما بين افلام زمان وافلام دلوقتي، والموضوع ده كله يعني. اول مره اشوفهم في المترو، حاجه جميله الصراحه، وكمان التمثيل مش عادي، لا الحاجه فيها ارتجال، الناس يعني شغل تفاعلي ان هو بيجيبوا حد من الجمهور يخش يشاركهم، والعرض بيبقى كله ارتجال، في حاجه جميله ولطيفه جدا يعني الصراحه. جداريات ولوحات تاريخيه وفنيه تعود الى الزمن الجميل والتراث المصري الاصيل شهدتها محطه مترو الالف مسكن، اضافه الى رسم لوحات شخصيه للركاب خلال دقائق معدوده. معنى الرسم اللايف اللي بيبقى فيه شخص قاعد قدامي برسمه في اقل من 3 دقائق، بتكون رسمه فاني، رسمه كوميديه، وبيكون الرياكشن بتاعه بيكون اللي هو بيضحك على الرسمه بيتفاجئ. الرسمه كتير عجبتني والله ادخلت الصوره على قلبي يعني بصراحه، فتجربه حلوه. المشروع الثقافي للخط الاخضر للمترو يتضمن عددا من الانشطه والفعاليات الفنيه للركاب داخل محطاته لترسيخ مفهوم التنميه المستدامه البيئيه والمجتمعيه لجعل رحلات المترو ترفيهيه للركاب. تجربه ثقافيه وفنيه جديده تنطلق داخل محطات مترو الخط الاخضر لتكون اكثر جاذبيه وحيويه للركاب، وتحويل هذه المحطات الى مراكز للابداع الفني بما ينعكس على الترويج السياحي والتاريخي للحضارة المصرية. من داخل محطة الألف مسكن، أحمد ممدوح، أني. ختاما لنشاطنا هذا التذكير بأهم العناوين. عقب لقائه بالقاهرة نظيره القبرصي سامح شكري يصف العلاقات المصرية القبرصية بأنها وثيقة وتتسم بالشفافية. أحمد أبو الغيط يقول عقب لقائه جبريل أراجو بأن الأوضاع بالأراضي الفلسطينية تقترب من نقطة خطيرة. الانفصاليون في دونيتسك يعلنون الاستيلاء على ليمان في دونباس، ولافروف يحذر مما أسماه محاولات الغرب لتغيير التاريخ وتزوير الحقائق. وصلنا مشاهدينا لنهاية نشاطنا، للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت nile.eg. إلى اللقاء.